نعمل آخر وصفة من جزر المارشال آيلاند اللي هي فطيرة الماكاداميا. العجين 2 كوب دقيق، 10 معلقة كبيرة زبدة، نص كوب سكر بودرة، رشة ملح، 1 بيضة، وربع كوب جوز هند مبشور. وبالنسبة للحشوة عندنا 1¾ كوب ماكاداميا مجروشة، 3 بيضات، 3/4 كوب سكر بني ناعم، نص كوب عسل، 1 معلقة كبيرة زبدة مذابة، و2 معلقة كبيرة حليب جوز هند. هناخد الزبدة وهنخلطها مع السكر البودرة والدقيق والملح وجوز الهند، وهنضربهم مع بعض لحد الملمس ما يبقى رملي، وبعد كده هنحط حليب جوز الهند والبيض. ده هيكون ملمس العجينة، هي عجينة ناعمة، ممكن لو طرية قوي علينا ندخلها التلاجة حاجة بسيطة عشان الزبدة اللي فيها تمسك، وبعد كده نقدر نفردها. هناخد العجينة وهنفردها في قوالب تارت صغيرة، طبعا ممكن نعملها واحدة كبيرة لو حبينا، ده مش هيفرق خالص في الوصفة. ودلوقتي نبتدي نعمل الحشو. هنحط البيض والسكر البني، نخلطهم مع بعض، هنحط الزبدة، حليب جوز الهند، العسل، وآخر حاجة هنضيفها هتكون الماكاداميا ناتس أو مكسرات الماكاداميا. هنملى التارتس بخليط الماكاداميا وهندخلهم فرن بدرجة حرارة 160، وهيقعدوا في الفرن حوالي 20 دقيقة. ده بيكون شكل فطيرة الماكاداميا، وبنحط عليها ماكاداميا للتزيين